برحب بحضراتكم وأعيد الترحيب بضيفنا عبر زوم دكتور مهندس عادل بشارة، خبير الطاقة المستدامة وتغيير المناخ. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. خلينا نستفيد بالوقت بسرعة واسمع رأي حضرتك في هذا القرار لوزير التربية والتعليم عن أن يكون في تدريب للموجهين عشان يرجعوا يضيفوا قضايا المناخ للطلبة في المناهج. الحقيقة ده توجه محمود جدا من السيد الوزير، وأنا أعتقد أنه ضروري ولازم، لأنه التعليم في الصغر زي النقش على الحجر زي ما بنقول، وده مهم جدا دلوقتي أنه المواطن يطلع من صغره فاهم أنه، لأنه يا فندم الحقيقة لو استمر الحال على ما هو عليه الكون إلى دمار واختفاء. معلش يعني سامحوني في الكلام القاسي، لكن هذا هو الواقع، وأنا أعتقد أنه مش أنا اللي بقول كده، لا ده سكرتير عام الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية قال الكلمتين دول. إن استمر الحال والمماطلة في الوفاء بالتعهدات اللي بتطلع من الدول المختلفة في اجتماعات المناخ السنوية، قمة المناخ السنوية، إذن هذه الأرض إلى فناء. طيب إذا كنا كلنا شعرنا بالمسؤولية فلازم كلنا يبقى لينا دور، وأنا عمر ما هيبقى ليا دور إلا إذا تعلمت أقوم بدوري إزاي. ومن هنا هذه المبادرة من وزارة التعليم والتربية والتعليم المصرية هي مبادرة محمودة جدا جدا، ومطلوب أن احنا جميعا نساندها، ليس فقط بأن الموجهين ياخدوا شوية معلومات، لكن على كل الشركات اللي تقدر تساعد في نماذج عملية تعليمية وتعمل زيارات للمدارس سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، وتوريهم أمثلة حية لمخاطر، وفي في شباب وفي ستارت أبس دلوقتي وفي جامعات أهلية وفي كل حاجة، وأعتقد شفنا الزخم اللي كان موجود في شرم الشيخ. لازم ده يا فندم يستمر، ونخلي كوب 27 هو قمة مناخ مستمرة في مصر، لأنه إحنا كلنا علينا دور، لأن إحنا رواد في المنطقة العربية، رواد في شمال أفريقيا، رواد لأفريقيا، وده ظهر جليا في كل البيانات وكل المبادرات اللي تمت في قمة المناخ في شرم الشيخ الأخيرة. لأنه أول حاجة، وده كلام جميل جدا جدا، إنه حصل اتفاق على أن يقام في القاهرة مركز أنا بسميه إشعاع علمي تقني تكنولوجي في مجال الطاقة المستدامة وترشيد الطاقة والطاقة الخضراء، يقام في القاهرة، لكن ينشر كل علمه وكل الخبرة اللي عنده لأفريقيا. بالضبط كده. ده يا فندم معناه إيه؟ معناه إن أنا الكوادر اللي عندي والمشروعات اللي عندي اللي اكتسبنا منها خبرة لازم أوصلها للدول الأخرى الجيراني في أفريقيا اللي أنا بعرف أكلمهم وده بسهولة. وده بيزيد تأثيرك في وقت أنت محتاج فيه لأفريقيا، وأفريقيا كمان محتاجة مصر. بالضبط. يعني القضايا بتاعتنا اللي مع بعض الدول الأفريقية أو خلافه، لما يلاقوا أن المصريين بيقدموا بكل حب خبرتهم وبيقدموا إيديهم لتتمد لمساعدة بقية الدول الأفريقية، ده معناه إنه في تراحم ما بيننا كجيران وكمواطنين أفريقيين نعيش مع بعض، وإحنا معلش يعني هنبقى أكفأ وأقرب لإخواننا الأفريقيين من إنه يجيله واحد من أوروبا أو من أمريكا أو من الغرب أو صيني أو روسي علشان يعلمه إزاي، أو يساعده إزاي يوفر مية، إزاي يزرع، إزاي يقدر يوفر الأكل. لأنه النهاردة أفريقيا فيها مشكلة عظيمة جدا من ناحية توفر الطاقة وتوفر المية، والنهاردة كمان أحد الحاجات، المواضيع كلها داخلة في بعضها يا مدام ألفت، أحد الحاجات اللي ذكرت، ومش ذكرت بس، ده تحط لها فلوس من أمريكا ومن ألمانيا ومن من بريطانيا ودول أخرى، اللي هي العلاقة اللي سميناها العلاقة المتبادلة ما بين الغذاء الأول الماء والغذاء والطاقة، اللي بيسموه Water Food Energy Nexus. كلمة نكسس باللغة الإنجليزية هو الاعتماد المتبادل لشيء على شيء، المياه معتمدة على الطاقة والطاقة معتمدة على المياه.
الزرع معتمد على المية أو معتمد على الطاقة، والطاقة أيضا معتمدة على الزرع. أنا باخد الأشجار اللي بتنشف وكلام من ده بحرقها أطلع منها طاقة، وأيضا الطاقة بتطلع لي المية أو بتدفي الزرع عشان ينمو. إذن بقى في علاقة متبادلة. ومن هنا أفريقيا أيضا اتحط هذا الأساس النهاردة في مبادرة من المبادرات اللي مهمة جدا، وهو إيضاح العلاقة المتبادلة ما بين الغذاء، ما بين الماء والغذاء والطاقة. وأيضا في أفريقيا، والحقيقة الأمريكان حطوا مبلغ مهم قوي، 500 مليون دولار في المساندة للمبادرة دي، كان ده أقل من المفروض والمتوقع والمطلوب أيضا. خليني بس أقول على حاجة، لأنه الحقيقة الدول اللي هي الغنية اللي لوثت، إحنا خلاص أقنعناها بأنه من لوث عليه أن يدفع، مش يدفع غرامة، الله ينور على حضرتك، عليه أن يدفع لإصلاح ما تسبب في تدميره دون قصد. ما كانش حد متصور أبدا أن الثورة الصناعية دي هتبهدل الدنيا بالطريقة دي كده، كويس؟ ليه؟ لأنه هو ما كانش فيه، خلينا أقول، العلم اللي يوضح. يا فندم، إحنا أول مرة انعقد مؤتمر في ريو دي جانيرو سنة 1992 وقلنا حاجة اسمها قمة المناخ والطاقة المستدامة والتنمية المستدامة، الناس كانت بتضحك علينا، يقول لك أنتوا فاضيين يا أخوانا، أنتوا قاعدين بس كده في المكاتب والتكييفات وقاعدين تألفوا لنا كلام، مناخ إحنا مش لاقيين ناكل. صحيح، ده كنا بنسمعه. أنا عايز أقول لحضرتك وإلى حلقتنا اليوم في ختام دورة من أهم الدورات لهذه القمة، ما زلنا نسمع هذا الكلام. حضرتك لو في رسالة أخيرة تحب توجهها لمين وتقول إيه في ختام حلقتنا النهاردة عن كوب 27 وأهميتها أنها تقام في مصر وأهمية أنها تقام أيضا لحل قضايا المناخ بشكل عام؟ بص حضرتك، أنا طبعا الأول بوجه رسالة للشباب الجميل المصري اللي كان الحقيقة ما بينامش، وكانوا منظمين، وأنا يعني كان ليا أصدقاء كثيرين، أنا لم يعني تسعفني ظروفي وبعض الارتباطات الأخرى إن أنا أروح بنفسي، لكن أنا كنت على تواصل مع زملاء أجانب وبعض التلفزيونات وكله، وقد إيه شكروا في التنظيم. التنظيم هو أيضا جهد الوزارات كلها، لكن اللي قام بمين يا فندم؟ شبابنا اللي احنا عمالين نقول دول ضايعين، دول بيعوزوا طول الوقت على القهاوي، دول مش فاضيين غير للتلفزيونات والسوري للموبايلات والمش عارف الايه. لا يا فندم، الشباب لما بيلاقي هدف ويلاقي رعاية، الشبابنا شباب مبدع وشباب يليق بمصر. فأنا أول حاجة بشكر هؤلاء الشباب اللي ما ناموش واللي شرفونا واللي خلوا صورة مصر في العالم كله هي صورة مشرفة جدا. بقى عندنا خبرة في تنظيم المؤتمرات، يعني كان عندنا أكثر من مؤتمر دولي ناجح تقريبا بنفس حجم، بس يمكن مش بعدد الحضور لكن بهذا القدر من الأهمية. يعني ما فيش شك. الرسالة الثانية بوجهها إلى المواطن المصري العادي. أنا مش حصلنا في المصريين لأن إحنا كلنا مصريين، لكن بوجه رسالتي للمواطن المصري العادي. إحنا يا جماعة كلنا قدرنا واحد، كلنا في مركب واحد. لو إحنا ما ساهمناش بالقدر المطلوب مننا في الحد من انبعاثات الغازات، بأن إحنا نرشد كل استهلاكنا سواء كهرباء سواء مية سواء أكل سواء لبس سواء شرب، كل حاجة نرشدها، لأن ده في النهاية هو اقتصاد بيكلف طاقة والطاقة بتلوث، فاحنا عايزين نقلل من التلوث. نمرة 2، يا مواطن يا مصري، النهاردة بقى في حاجة اسمها سخانات شمسية، بدل ما انت عمال تسخن بالكهرباء أو بالغاز في سخانات شمسية وفي تمويل، والسخانات الشمسية النهاردة أرخص كتير من استهلاكك للكهرباء لأنك لا تشعر بيه. الفاتورة مش متفصلة جزء بتاع سخان المية وجزء بتاع الباقي، لا احنا بندفع الفاتورة على بعضها فمش عارفين، لكن لما بندقق معاك في تفاصيل اللي بتصرفه وبتستهلكه يا اخواننا، النهارده بقى في امكانيه استخدام الطاقه المتجدده اللي الكل عمال ينادي بيها على مستوى المواطن، المزارعين
النهاردة كل الطرمبات اللي في الصعيد واللي في المناطق الصحراوية كلها بتشتغل بالطاقة الشمسية، نقدر نحول النهاردة بنك البنوك كلها بتدي قروض ميسرة جدا 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 لعمل كل مشروعات الطاقة المتجددة، انك تركب طاقة، تركب حتى كهرباء في بيتك او في مصنعك. اذا كل المواطنين المصريين مدعوين ان هم اسألوا يا جماعة على التمويل المتاح لكل مشروعات الطاقة المتجددة. ايضا الرسالة الثالثة نخليها الاخيرة يا دكتور بعد المواطن والاخيرة هي للحقيقة للسادة الوزراء والسادة رؤساء الهيئات اللي شرفونا واللي طلع من عندهم ومن بنات أفكارهم مبادرات، ياريت يكون عندنا آلية للتنفيذ لمتابعة ما قيل وتنفيذه، وأيضا إشراك كل من يستطيع أن يساعد بمد إيده أن إحنا نستمر بهذا الزخم للسنة اللي جاية، ونعرض في كوب اللي جاي نتائج ما قدمته أو ما عرضته مصر وما حققته مصر مع الدول الأخرى، علشان يبقى احنا ما قلناش كلام لكن وفينا بيه أيضا. دكتور عادل شرفتنا ونورتنا، وبشكر حضرتك على كل هذه النقاط الواضحة المبسطة جدا. كل الشكر لحضرتك على هذا الحوار الهام. بشكرك دكتور عادل بشارة خبير الطاقة المستدامة وتغيير المناخ، كل الشكر لحضرتك، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم على متابعتكم. بشكركم جدا، وغدا حلقة جديدة من مساء الخير، تصبحوا على كل خير. هذا البرنامج برعاية